السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد في قناه لبن ان ابلاي، قناه صافية. الشهيوه ديال اليوم هي الصول، سمك الصول والميمنه. كيجيو غزالين ومقمشين مقليين، كيجيو مقمشين بطريقه رائعه. كنقدمهم مع سلطه خفيفه، سلطه ديال الخضره وسلطه ماروكان ديال المطيشه والبصله. بقاو معايا شوفوا التتبيله اللي كندير للحوت، كتجي غزاله بنه لا تقاوم. تابعوا الفيديو حتى الاخر، دايغوا الفيديو قصير بزاف. الى عجبكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بقاو معايا شوفوا طريقه التحضير. سمك الصول بعد ما غسلناه جيدا كنتبلوه. بالنسبه للتوابل كنوضع القليل من الابزار، القليل من الملح، القليل من السكنجبير، التحميره والخرقوم، الكمون، القزبر الا كان عندكم طحون، وكذلك ربيع القزبر والمعدنوس. ثم فرم قليل من زيت الزيتون الطبيعيه، زيت العضوه، والقليل من الزيت النباتيه، قطرات من الخل اولا الحامض يعني الليمون. كناخذوا السمك ديالنا كنوضعوه في القمح الكامل، دقيق القمح الكامل. يمكن لكم تستعملوا الفينو اولا الفوفس. وكنسخنوا الزيت مزيان وكنوضعوه في المقلاه. يتحمر لنا مزيان الاولى كنقلبوه للجهه الاخرى باش يطيب لينا ويتحمر. عرفتو كيجيو مقمش، شوفوا فاش قلبتو كيجي غزال، قمشه رائعه. وكنوضعوه في الطبسيل، كنوضعوه مفرقين باش ما يطيحش الزيت على شي وحده اخرى، سمكه اخرى. وكنقدموه بالصحه والراحه من فوق بقطع من الحامض اي الليمون. كيجي غزال مقمش رائع، ما تشبعوش منه بهذه التتبيله صدقوني، ما غتندموش عليها. من فوق حطيتو من فوق بسلط، سلط ديال الخضر مع الخيار، وكذلك سلط ديال المطيشه والبصل. كتحطوه من فوق مع عصير الليمون، عصير الليمون اللي غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. واخا ماما، واخا حبيبه. وكتقدموه بالصحه والراحه. وشهية طيبة. لعجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر اعجاب، لايك، جيم، وصابوني سبسكرايب، اشترك في القناة وتفعيل بانك الجرس ليصلكم كل جديد. عواشركم مبروكة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.